بعد تأجيل لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا وبنسبة مشاركة هي الأقل منذ عقود، أدلى الفرنسيون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي تعرض فيها حزب ماكرون الحاكم لخسارة قاسية في أغلب البلديات الكبرى وصعود حزب البيئة المعروف بالخضر. حزب الجمهورية إلى الأمام، الحاكم لم يحقق إذن نتائج حاسمة في أي مدينة كبيرة، فقد شهدت بلدية باريس هزيمة مدوية لمرشحة الحزب وزيرة الصحة السابقة آن بيسبوزين، حيث حلت ثالثة أمام الاشتراكية آن هيدالغو والتي احتفظت بمنصبها لولاية جديدة بأكثر من 50% من الأصوات. رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب الذي لم يتقدم للانتخابات بصفته الحزبية أعيد انتخابه برئاسة بلدية لوهافر مسقط رأسه. حزب الخضر انتزع بلديات ستراسبورغ وبوردو وبواتي، كما أنهى الحزب اليساري حقبة 20 عاما لجيرار كولومب في رئاسة بلدية ليون وسط البلاد، إلا أن كولومب أكد أنه وحزبه سيعودان بعد 6 سنوات لاسترداد الرئاسة. الانتخابات أجريت وسط إجراءات مشددة للوقاية الصحية منعا لموجة عدوى جديدة، وبلغت نسبة التصويت في دورتها الثانية نحو 40% حسب آخر التقديرات، بانخفاض بنحو 3% عن النسبة المسجلة خلال الدورة الأولى.